صريح على أهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. معنا للتعليق عليها الأستاذ سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة الوطن. صباح الخير يا أستاذ سامي، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا أستاذ أسماء، أهلا بك. خلينا نبدأ بصورة رائعة الحقيقة كده، مشرقة مبهجة، وهي الصورة اللي صفحة الوطن رقم واحد، قصة صورة، المكان معرض القاهرة الدولي للكتاب، الزمان، الأحد 29 يناير، الحدث أب يحمل ابنه داخل معرض الكتاب. صورة طبعا. رائعة الحقيقة. طبعا يعني يمكن الصورة دي واحدة من أروع الصور اللي الناس شافتها في الفترة الأخيرة. صورة أيوة. مبهجة، صورة فيها طاقة إيجابية كده تتحدث، دي مليانة طاقة إيجابية بالزبط. فيها بهجة وفيها جمال وفيها فن. يمكن الصورة دي أسماء نالت اهتمام كبير عندنا امبارح في الجورنال، وكان في مسابقة داخلية ليها. كان زميلنا أحمد الخطيب قال للزملاء في مكافأة للي يحط عنوان كويس، فالزملاء تباروا في وضع عناوين لحد، والدكتور أحمد محمود المدير الفني الرائع العظيم هو كان صاحب الاقتراح إن هذه الصورة تتحط في الصفحة الأولى بهذا الشكل. احنا بنوجه طبعا تحية للمصور محمود صبري صاحب هذه الصورة. ده لسه من رايح لمحمود. محمود صبري كل التحية ليه، صاحب اللقطة طبعًا. محمود صبري طبعًا. عينه حلوة قوي قوي وموهوب جدا، هو صاحب اللقطة دي وعمل أداء عظيم حقيقي. صورة معبرة بالصورة جدا. خلينا نبدأ أخبارنا بقى. هنبدأ أخبارنا ده أكيد، فتحية لمحمود صبري وتحية لصلاح جاهين. تحية لكل القائمين طبعا على الوطن. خلينا بقى نروح لصفحة 3، وأول خبر معنا النهاردة، رئيس الوزراء يتابع إجراءات انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، خطة للنقل الموظفين بشبكة مواصلات متكاملة، التشغيل التجريبي بدأ مطلع 2023. نحن بنتكلم احنا على أعتاب الجمهورية الجديدة، بدء الاستعداد طبعا. لنقل 50,000 موظف، وبنتكلم في خطة متكاملة للنقل، وطبعا اكيد حدث هام جدا وكلنا في انتظار هذا الحدث. طبعا يمكن كل الناس مستنيه العمل، عمل الحكومه بقطاعاتها بهيئتها بجميع الوزارات من حقيقي. قلب العاصمه الاداريه. يمكن الاجتماع كان اجتماع مهم جدا بين السيد رئيس الوزراء وبين وزير النقل الفريق كامل الوزير ومهندس خالد عباس رئيس جهاز العاصمه الاداريه. يمكن كان الكلام كله على فكرة ازاي نحن يتم نقل كل هؤلاء الموظفين الى العاصمة الادارية، من والى العاصمة الادارية اللي هو محور النقل بقى. طبعا 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 وسائل النقل من المختلفة. فكان عمل عرض السيد وزير النقل مرتبط بالمونوريل والقطار الكهربائي والمترو، وبتعاقد اعلن التعاقد مع عدد من الشركات حوالي 370 خط او 370 اتوبيس هينقلوا الناس. كمان في هتطبق منظومه النقل الذكي داخل العاصمه الاداريه، وبدا التجريب فيها من حقيقة. اول السنه. فاحنا مستنيين، هيصعب علينا طبعا حاجه يعني عظمه هناك الحقيقه. طبعا ربنا معانا، نقله كبيره الحقيقه. طيب نزلنا مع الوطن وصفحه 2، حياه كريمه، مليار جنيه تكلفه انشاء المرغى المركزي، المستشفى بيضم 30 سرير عناية مركزة و21 جهاز غسيل كلوي و17 حضانة و6 غرف عمليات. خلينا نتكلم، وما زال زي ما بنقوله كده رحلة قطار مبادرة حياة كريمة في الاستمرار، المبادرة الأكبر على مستوى العالم في التنمية المستدامة طبعا بشهادة الأمم المتحدة مش شهادتنا. وكمان بنتكلم على قطاع من أهم القطاعات، قطاع الصحة شهد طفرة الحقيقة من خلال هذه المبادرة، بنتكلم في 1105 إنشاء وتطوير وحدة رعاية صحية، 1105 وحدة، 369 وحدة إسعاف، 24 مستشفى، ومنها طبعا مستشفى المراغة المركزي. نتكلم على أهم إنجازات حياة كريمة في ملف الصحة. طبعا يمكن من أهم الملفات اللي موجودة على أجندة الدولة هو ملف الصحة، ومعاها كان الاهتمام من مؤسسة حياة كريمة بهذا الملف. يمكن لو قريت الرقم كنا بنصرف كام في 2014 على ملف الصحة، والآن الإنفاق كام، هتلاقي مثلا زيادة 300% على الأقل في مقارنة رقمية ما بين 2014 و 2022 اللي هو العام اللي لسه منقضي. لو رحنا لمستشفى المراغة المركزي هي بتخدم حوالي 900 ألف
مواطن والساعه 300 سرير وفيها تدريب للاطباء وفيها كل التخصصات وفيها كل الاجهزه اللي تقدر تقدم خدمه صحيه لمدينه كبيره هي مدينه المراغه في سوهاج. فحياه كريمه مواصله ادائها وعملها حقيقي في ملف الصحه. طيب اليوم السابع صفحه 2 واجراءات حكوميه علشان طبعا توفير السلع وخفض الاسعار. اتحاد الغرف: مشكله البضائع المتاخره في المواني انتهت وعادت لمستويات ما قبل الأزمة، عز استقرار الأسعار في الفترة المقبلة بسبب زيادة الوفرة، تجاوز العرض للطلب، ده هيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين. يا رب إن شاء الله نشوف ده بالتأكيد على أرض الواقع وانعكاس ده على انخفاض الأسعار. خلينا نتكلم على انتهاء هذه الأزمة وفعلا انعكاسها بعد كده على انخفاض الأسعار. يمكن كل الناس اللي كانت متابعة وخصوصا أصحاب المصانع وأصحاب المزارع، كل الناس اللي عندها مواد خام بتيجي من بره كانوا بيعانوا من فكرة البضائع المكدسة اللي موجودة في المواني ولم تخرج بعد، وكان في توجيه مباشر من السيد الرئيس وكان متابعة يومية من رئيس الوزراء على إنهاء هذه الأزمة. وبدأنا كانت البداية في أول ديسمبر وحتى الآن يمكن اللي خرج هو المعدل الطبيعي، خرج بما قيمته 12 مليار دولار وده رقم كبير جدا، المتبقي حوالي ما قيمته 2 مليار او 2.5، وده عمل رواج وعمل وفرة في المواد الخام والبضائع في الأسواق، وده هينعكس على فكرة تخفيض الأسعار. طيب يمكن حتى المخزون اللي طلع هيكفي المصانع شغل شهر واتنين او شهرين ونص على يعني، وده معدل معقول جدا يعني. طيب نروح لخبر تاني بقى والاخبار ونروح للرياضه. الرياضه النهارده مش هنبدا بالسحيره المستديره، انا عارفه ان انت بتزقلك، لازم طبعا نشيد بمنتخب اليد يعود للقاهره اليوم. المواقع الالمانيه تشيد بقوه الفراعنه، دكتور حسن مصطفى يشيد بالتنظيم. طبعا منتخب اليد قدم اداء رجولي بطولي وفي نفس الوقت بنتكلم ان هو حافظ على تصنيفه العالمي. انت الكلام لا خالص انا معايا لا طيب. ده انا مبسوط جدا بالعمل ومنتخب مصر. خلي بالك يا اسماء، يمكن احنا كره اليد وضعت مصر من سنين، من حوالي سنه 93 لحد النهارده داخلين في 30 سنه، انت من ضمن الثمانيه الكبار في طبعا هذه في لعبه كره اليد. المره دي عملنا بعض الارقام القويه جدا القياسيه جدا. انت عملتي اول فوز في 5 مباريات متتاليه فيها في كاس عالم، وده رقم مهم جدا. بس ده رفع سقف توقعاتنا جدا. عادي لا عادي عادي عادي، ده واحد. اتنين، كسبتي كرواتيا بفارق كبير، كرواتيا بطل عالم، لم تهزم كرواتيا بهذا الفارق منذ ممارستها لكره اليد. يمكن كان حظنا وحش ان احنا قابلنا الدنمارك، وهي بالمناسبه هي بطل العالم، كسبت امبارح فرنسا، كسبونا بسهوله، وكان الماتش اللي بعده الماتش اللي زعل ماتشنا مع السويد صاحبة الارض والجمهور، وعملنا ماتش معقول. ولكن خلي بالك في اخر 3 ماتشات منتخب مصر ما كانش هو منتخب مصر، ما كانش بنفس القوه والحماس، ظهرنا بشكل كويس جدا قدام المانيا وخسرنا اللعب على المركز الخامس والسادس بفارق هدف، والماتش الاخير قدرنا نكسب الماجر امبارح وحصلنا على المركز السابع. مبروك، ونتمنى في طوكيو 2024 نعمل اداء اعلى من كده وافضل من كده. وتحيه ليهم ان هم اول، مش اول، منتخبات الثمانيه دول مفيش منتخب بره اوروبا غير مصر. حقيقي فدي بتاكد عظمه لعبتنا وعظمة إدارة لعبة كرة اليد في مصر اللي نتمنى كرة القدم تتعدي منها. نروح لكرة القدم بقى عشان تتعدي منها. الأيام الحلوة في الأهلي، سعادة بالتعاقد مع القندوسي وحماس للتواجد في المونديال. كولر يعزل الفريق في المغرب ويعتمد على المهارة في مواجهة قوة أوكلاند سيتي. تمام، يعني يمكن الاهلي 7 أو 8 مره في كاس العالم من الانديه بس اكيد في العديد من التحديات يعني الاحوال كده يعني ربنا كتير. يستر. هو الاهلي فاق في اخر 3 أسابيع بيقدم مستويات كويسه جدا، عوده بعض اللاعبين، يمكن
حصل شويه ترميم في الفريق، في بدائل كتير. شفنا كهربا، شفنا خالد عبد الفتاح، شفنا رامي عطيه، شفنا الصفقه الاخيره اللي اسعدت كل متابعي فريق النادي الاهلي، احمد قندوسي لاعب وفاق سطيف اللي هو جه وكان في مبادره كويسه من النادي الاهلي ان هو كان ممكن يلعب كاس عالم للانديه، يلعب اول ماتش بعد بكره، ولكن اداره النادي الاهلي فضلت ان هو يكمل مع منتخب الجزائر، قالوا منتخب الجزائر محتاجه. ففي اطار العلاقه الوديه بين النادي الاهلي والكابتن خطيب مع رئيس نادي وفاق سطيف ورئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم، سمح للاعب ان هو ما ينضمش او يؤجل انضمامه، ولكن هو اصبح اسمه احمد قندوسي لاعب كره القدم بالنادي الاهلي. الاهلي عنده تحدي مهم جدا. الاهلي خد برونزيه كاس عالم قبل كده، لا مش يعني مش قبل كده، ده في اخر مشاركتين ليه، في مشاركه 20 ومشاركه 21 او 21 22، انا مش فاكر، بس هو في اخر سنتين، هو اخر سنتين، اخر سنتين وكان خدها ايام مانويل جوزيه، فدي خدها 3 مرات. فجمهور النادي الاهلي مش هيرضى الا على الاقل بالبرونزيه، لكن وجود النادي الاهلي في محفل عالمي زي كاس العالم للانديه مهم جدا بالتاكيد، يكفي جمهوره خاصه وان النادي الاهلي كان، لا مش عايزين يكفي الجمهور ومش عايزين التمثيل مشرف، احنا عايزين نحافظ على المركز، احنا كنا في المركز الثالث لنبقى افضل. خلينا اولا نقول الحمد لله ان الاهلي طبعا الحمد لله في ظل هذه الظروف. الاهلي كان بعيد، الاهلي كان خسر نهائي كاس افريقيا او نهائي دوري ابطال السنه اللي فاتت، وبعده حصل شبه انهيار لمده 3 4 شهور، ولكن الاهلي عاد وانتفض من جديد وبنى نفسه، والفرقه يعني ما شاء الله بقت في يعني حجمها الطبيعي. نتمنى ان السيناريوهات اللي حصلت في كاس عالم قبل كده تتكرر، وان البرونزيه تكون قريبه من النادي الاهلي. انا عن نفسي اتمنى ان الاهلي ياخد مركز اول وثاني، مش ياخد بتمنى الفضيه الحقيقه، ما انا بقول اتمنى الاهلي ياخد مركز اول او ثاني، ما ياخدش البرونزيه، ولكن الماتشات ليها ظروفها، اي مباراه ليها ظروفها. نتمنى لهم التوفيق، نتمنى يرجعوا سالمين، نتمنى ما يكونش فيه اصابات، وكل التحيه لكل لعيبه النادي الاهلي، ومبروك عليهم المشاركه. مبروك علينا المشاركة، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. كل الشكر ضيفنا الكريم الأستاذ سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، شرفتنا يا فندم.